الآن لنتناول تمارين البحث، بحث مجموعة الأعداد الحقيقية في الصفحة 27. لدينا الآن السؤال الثالث، انظر إلى السؤال الثالث من تمارين الوحدة. يقول السؤال الثالث: توثق أن العددين التاليين عددين عاديين، يعني ينتمي إلى كيو، مجموعة الأعداد النسبية أو العادية. عم بيطلب منك انك تثبت له انه العددين اللي راح يعطيك اياهم هن اعداد عاديه من كيو. لدي العدد الاول، العدد الاول طلاب هو جذر 5 على 2 ناقص جذر 2 على 5 والكل للتربيع. جذر 5 على 2 ناقص جذر 2 على 5 والكل للتربيع. انا بدي اثبت انه هذا العدد ينتمي الى كيو. انا راح أثبت أنه هذا العدد ينتمي إلى كيو. كيف راح يتم الإثبات طلاب؟ أنا من خلال نظرتي إلى هذا السؤال أرى أنه عدد أصم، ولكن باعتبار عم يقول لك أثبت أو توثق، معناته أنا لازم أكتبه بصيغة عدد نسبي. علينا كتابة هذا العدد بصيغة عدد نسبي. أول شيء أقوم به طلابنا هو أن أفك المتطابقة. واضح أن هذه هي المتطابقة A ناقص B للتربيع. A ناقص B للتربيع تساوي A مربع ناقص 2AP زائد B مربع. الـ A هو جذر 5 على 2 والـ B جذر 2 على 5، لذلك مربع الأول ناقص 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني. الحل انظر، جذر 5 على 2 ناقص جذر 2 على 5 والكل للتربيع، مربع الأول جذر 5 على 2 للتربيع، عيني جذر 5 على 2 والكل للتربيع، تربيع بيروح الجذر، بيضل عندك 5 على 2 ناقص 2 بالأول بالثاني، 2 بجذر 5 على 2 بجذر 2 على 5، 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني، التربيع روح الجذر ضل عندي 2 على 5. علي التخلص من هذين الجذرين. نتذكر مع بعض أن جذر الـ A في جذر الـ B جذر جدا عددين حقيقيين، ألا يساوي تحت الجذر A في B؟ جذر الـ A. نعم أستاذ. تماما، معناته جذر 5 على 2 بجذر 2 على 5 يساوي تحت الجذر 5 على 2 ضرب 2 على 5، يعني 5 على 2 بنزلها ناقص 2 بنزلها مضروبة B. جذر 5 على 2 ضرب جذر 2 على 5 زائد 2 على 5. بإمعان النظر طلابنا 5 على 2 ضرب 2 على 5 البسط بالبسط والمقام بالمقام، 5 راحت مع 5 و2 راحت مع 2، ممتاز. صفى عندي جذر الواحد. قديش جذر الواحد؟ واحد. ممتاز، معناته 5 على 2 ناقص 2 في 1، كتبتها 2 زائد 2 على 5، وحد المقامات، هون ضروب، بدي وحد المقامات عندي 5 و2، هذا المقام 1، وحد على 10، هون بضرب 5 وهون ب 10 وهون ب 2، 5 ضرب 5 25، طبعا المقام مشترك 10، 10 ضرب 2 20، 2 ضرب 2 4، 25 ناقص 20، 5 زائد 4 9 على 10، معناته هذا العدد يساوي 9 على 10. طيب ال 9 على 10 عدد عادي إلا مو عدد عادي؟ عادي. أحسنت، وعليه يكون هذا العدد ينتمي إلى كيو. أيضا طلاب لدي عددا آخر، لدي العدد المعروض هنا جذر الأربعة 3 زائد جذر 3 على 4 والكل للتربيع. بنفس الطريقة طلاب، هاي متطابقة تربيعية أولى، إذا منتذكر الـ A زائد B للتربيع كانت تساوي A مربع زائد 2 AB زائد B مربع. الأول هو جذر الأربعة 3 والثاني جذر 3 على 4. أقول مربع الأول زائد 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني كما ترون جميعا. انظر،
مربع الأول جذر الأربعة على ثلاثة للتربيع، التربيع بيروح الجذر هو أربعة ثلاثة، زاد اثنين بالأول بالثاني جذر الأربعة ثلاثة بجذر ثلاثة على أربعة، زائد مربع الثاني جذر ثلاثة على أربعة للتربيع هو ثلاثة على أربعة. بنفس الطريقة السابقة بشكل مشابه، جذر الأربعة ثلاثة بجذر ثلاثة على أربعة هو تحت الجذر أربعة على ثلاثة ضرب ثلاثة على أربعة. عيني أربعة ثلاثة ضرب ثلاثة على أربعة واحد. ممتاز، عدد ضرب مقلوبه. انظر صفت معناته أربعة على ثلاثة زاد اثنين بجذر أربعة ثلاثة بثلاثة على أربعة زائد ثلاثة على أربعة. هاي زميلتنا قالت أنها هاي قيمتها واحد، معناته صار عندي أربعة ثلاثة زاد اثنين بواحد، أنا كتبتها اثنين زاد ثلاثة على أربعة. واحد المقامات، من واحد المقامات على اثناش هون بضرب أربعة وهون باثناش وهون بثلاثة، بيصير معي طلاب ضربنا هون بأربعة، أربعة بأربعة ستاش، وهون اثنين على واحد اتفقنا أنه بدنا نضربها باثناش، اثنين ضرب اثناش أربعة وعشرين، وهون بدنا نضرب بثلاثة زائد تسعة والكل عطناش، ستاش وأربعة وعشرين أربعين، وتسعة تسعة وأربعين على اثناش، والتسعة وأربعين على اثناش هو عدد عاد لأنه كتب على شكل كسر بسط ومقام. خلاصة كلامنا طلاب، أستطيع الآن أن أصيغ النتيجة التالي، معناته بإمعان النظر عيني فيما وصلنا إليه من أجل أي عدد حقيقي ممكن تتخيله أنت، صح؟ مثلا خمسة على اثنين جذره زائد جذر مقلوبه لكل التربيع بيطلع معي عدد عادي. أي عدد عادي جذره زائد جذر مقلوبه لكل التربيع بيطلع معي عدد عادي، أقول النتيجة the result، النتيجة أيا كان أي عددا عاديا، أيا كان أي عدد عادي عندئذ جذر الأي زائد جذر الواحد على أي والكل للتربيع يكون أيضا عددا عاديا. نفس الشيء طلاب، جذر الأي ناقص جذر الواحد على أي والكل التربيع أيضا هو عدد عادي. أي عدد عادي جذره زائد جذر مقلوبه والكل التربيع يكون عددا عادي. واضح طلاب؟ هذا ما يتعلق طلابنا بالسؤال الثالث من تمارين البحث.